في 29 من يونيو 2013 أصبح الشارع على بعد خطوة واحدة من اللحظة الفاصلة. الأمور تتأزم وتتفاقم والاحتقان وصل إلى مدى. ففي صبيحة 29 من يونيو 2013 بدأ شبح الحرب الأهلية يخيم على البلاد بعدما انتقلت المواجهات بين المتظاهرين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين حول كثير من مقرهم التي تعرضت للحرق في كثير من المحافظات، وهي الأحداث التي أودت بحياة 5 من المواطنين وخلفت مئات الجرحى والمصابين. هكذا تحولت حياة المصريين إلى جحيم بعدما انعكست حالة الفزع والخوف على المشهد المصري في كثير من المجالات. تكدست صفوف السيارات أمام محطة التزود بالوقود لكيلومترات وسط أحاديث عن اختفاء البنزين وسيطرة البلطجية على منافذ توزيعه، كما تزحمت الجماهير أمام المراكز والمحال التجارية والبنوك في محاولة لتخزين البضائع والسلع تحسبا لأيام مجهولة قادمة. الجميع يتحدث عن أن 30 من يونيو بدأت أحداثه قبل الأوان. القتلى والمصابون يتساقطون في المحافظات، والانفجار تهز أرجاء بورسعيد، والصحف تتابع تصاعد المواجهات والاعتداءات بالخرطوش في المحلة الشرقية، وإحراق مقر الإخوان مقراً تلو الآخر، وخطباء المنابر يعلقون الدم المسالى في رقبة مرسي. 364 يوماً ثقيلاً مرت على حكم الجماعة برئاسة مرسي، اختيارات خطأ وقرارات غير موفقة، وتظاهرات تتزايد والعناد يتعاظم. الجيش يستنفر قوته كما لم يحدث من قبل، ويراقب ما يحدث من الجو بطائراته، ومصادمات الشارع مع الإخوان في المحافظات تزيد من وتيرة الأحداث وحدتها. وجماعات عنف عقد التسعينيات وعلى رأسها الجماعة الإسلامية تطل برأسها لتتبوأ الدور السنيد لمؤازرة الإخوان. وفي منشطاتها تحدثت كبرى الصحف الأجنبية عن أن مرسي يواجه معارضيه بطريقة عدائية، وأن الجيش لن يبقى طويلاً خارج الصراع. وبينما كانت جماعة الإخوان تحشد عناصرها المجلوبين من مختلف المحافظات في حافلات لإعلان اعتصام مفتوح الأمد في ميدان الشهيد هشام بركات المسمى آنذاك برابعة العدوية، حمل التمرد مرسي وجماعته مسؤولية الدماء. قررت السلطات المصرية إعلان خطة طوارئ تشغيل مطارات مصر، وأغلقت كثير من سفارات الدول أبوابها تحسباً لمواجهة 30 من يونيو. ساعات قليلة تفصل الشعب المصري عن الحدث الأهم في تاريخه المعاصر. الجميع يحبس أنفاسه بعدما حضرت الثورة في قلوب ملايين المصريين، والجميع يراقب عقارب الساعة في انتظار ما ستسفر عنه تدفقات المواطنين إلى الشوارع.